اهلا وسهلا، بلاتي نبارطاجيو هاد الشيء. بوم 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 بوم، شوف بان في الصفحه بعدا ولا مازال. وبان القرع، وبان القرع، وبان بان الكلامان. اوكي، نبارطاجي راسي عند راسي. اوكي، كوبي هادي نحطها الفوق هنا، نكوبي راسي عند راسي. يلا اوكي، مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. معكم شفيق العمراني، المرقب بالعربي في ميريكان. خرجت مؤخر لحقاش بعض الاصدقاء قالوا لي بانه الناس راه تيبقاو يحوصوا في المغرب مع تطرح الشمس معطله، تيبقاو يحوصوا حتى من وقت عاد تيدخلوا لمحلاتهم. ايوا قلنا نتعطلوا حتى حنا شويه، دخلنا دابا عندكم 4:37 عندي ديال العشيه، اللي هي 10:37 دقيقه ديال الليل، 11:23 دقيقه ديال الليل. اذا اليوم كان واحد جوج اخبار، واحد فيهم مؤسف بزاف ومؤلم بزاف، هو المقتل ديال واحد السيده مسنه مغربيه في مدينه طنجه خلال الهدم ديال المحل ديالها اللي تبنى بوثائق رسميه اللي عطاتها ليها مصالح لي ديال الدوله في طنجه، في مدينه طنجه. بمعنى عندك رخصه البناء كيعطيها لك القايد، وعندك رخصه من عند جميع الاجهزه ديال الدوله، وكتبني في اطار قانوني، في الاخر تيسميوك بانك بناء عشوائي، وتيجي يهدم لك دارك فوقك. ولينا بحال فلسطين زعما، ما بقاش شي فرق بزاف، ما كاينش الفرق تقريبا. تنشدوا الدراري الصغار وتحكموا عليهم بالحباسات، تريبوا لعباد الله ديورهم فوقهم وتيموتوا. بغيت عين نعرف شي واحد حكيم يقول لي شنو الفرق ما بينه وبين الفلسطينيين دابا، شنو الفرق ما بين المغاربه والفلسطينيين. ما انا بعد شخصيا ما تيبان لي حتى شي فرق. المساله الثانيه هو هذا المرسوم اللي خرج اليوم ديال الوزير الاول، اللي تيعفي عليه اعفاء تام من الضرائب ديال على مجموعه من الشركات، المقاطعه فيها شركه ديال دانون سنترال، فيها سيد هوم علي، وفيها افريقيا، وفيها مرجان، وكان فيها موازين. هاد الاربعه اللي كاينين زائد موازين مشاو دابا عفاو على كاع هادوك الاباطره ديالهم صحابهم، قالوا لهم هادي راه فرصه ذهبيه لا تعوض، غنعفيوك، عفيونا من الضرائب وخليونا نفرسو في هاد الشعب هذا، نفرسوه لو ماكسيموم بوسيبل. ودابا راه تعفاو طبعا، راه ما تفرس، الاسعار غتبقى هي ما يتصورش شي واحد بان هاد الشركات كلها لا ديال النسيج ولا بلاستيك ولا كاع جميع القطاعات تعفاو من الضرائب، ماشي لتشجيع المستثمر الداخلي والخارجي، لا، هذه من اجل اعطاء الفرصه للمافيات اللي كاينه الاقتصاديه في البلاد باش تفرس لو ماكسيموم اللي تقدر تفرس فيه. والا كان الحوار خصو يكون مع الشعب، وكان كانوا يشرحوا لنا بعدا على الحيتيات، علاش غادي تحيدوا الضرائب على هاد الشركات، علاش زعما، يعني واش حيت الزيت دابا ب 340 غادي يولي غدا ب 100 ريال، ولا يولي بحال الثمن ديال الميريكان مثلا، ولا غدا بعد غدا يولي المواد اللي كنستهلكوها الاساسيه هي اللي كتهم المواطن المغربي، ما تتهموش هذاك الشيء اللي قال اللائحه اللي شفت انا، ما تتهمش المواطن المغربي البائس الفقير المجهل والمفقر، تتهموش كاع هذيك المنتوجات كامله اللي عفيتهم من الضرائب اللي كينتجوا تيصدروا للخارج ولا ما عرفتش تيديروا على اي. الحلقه ديال اليوم اول مره في حياتي تلقى راسي مضطر بزاف انني غادي نوجه رساله لواحد الانسان مغربي سميتو عبد العزيز الستاتي. مهم، دعا واحد الادمين في الصفحه ديال التي باش سي يوسف ميرا، لي ادمين ديال الصفحه ديال الشعب يريد. وبالمناسبه الفيديو اللي درت السيمانه اللي فاتت كنت غادي نديرو في 5 ديال الصفحات عاوتاني، زائد طبعا الصفحه ديال الكفاح. بين الصفحات اللي كنت غادي ناوي نخرج بها وكان مبرمج انني نخرج فيها اللايف هي الصفحه ديال الشعب يريد.
ف عبد العزيز الستاتي ناض دعا الأستاذ يوسف ميرا على أساس أنه يعني سبوا الشتم والتشهير. ملاحظة الأولى أولا قبل ما نبدأ نهضر، أول ملاحظة هو كيف يعقل على واحد الإنسان أمي في المعلوميات كيمشي يدعي واحد الإنسان وتقول له أنت أدمين ديال الصفحة الفلانية، هذا ولا خبير هذا في المعلوميات، هذا ولا خاطر، مابقاش كوي ما نجي، هذا اللي كبر في حجر الشيخات وكبر عيف هز البوط وفي التورنيات ديال الروج، ما بقاش هذا كوي ما نجي، هذا ولا خبير دولي في الإعلاميات، هذا ولا عالم من الإعلاميات، بمجرد أنه يدخل شي صفحة فيسبوكية مغربية تيمكن له يقول شكون هو مول الصفحة وشكون هو الأدمين اللي بارطاجا وشنو بارطاجا اكسيتيرا. الملاحظة الأولى هو أن الصفحة ديال الشعب يريد هي من أكبر الصفحات المغربية اللي كانت كدعم الحملة ديال المقاطعة بجانب مجموعة كبيرة من الصفحات اللي من ضمنها الصفحة ديال الكفاح. بمجرد ما دعا عبد العزيز الستاتي، مجرد ما دعا الأستاذ يوسف ميرا، مباشرة تسدوا أربعة ديال الصفحات اللي هي طبعا الصفحه ديال الشعب يريد، والصفحه ديال الرصد الحره، والصفحه ديال صوت الشعب، والصفحه ديال الريفينو. هذا عنده معنى واحد، هو ان الاجهزه ديال الدوله هي اللي كتاكل الظلف ديال الزعبول بالفم ديال عبد العزيز الستاتي. هذا معنيته بان الدوله كتلعب بالعافيه في واحد المنطقه اللي عندها تاريخ، عندها تاريخ عريق. الدولة قررت أنها تستعمل كوامانجي في واحد الحرب ضد واحد المنطقة اللي عندها تاريخ عريق ومسلوب لها الأراضي ديالها بآلاف المؤلفة ديال الهكتارات. هذه المنطقة هي المنطقة ديالي، نعم سيدي، منطقة ديالي، الشراردة بني حسن. معكم شفيق العمراني، ملقب بالعروبي في ميريكان، من مواليد زيادة وخلوق وتربية وترابي في قرية صغيرة جات ما بين سيدي سليمان وقنيطرة، سميتها كانت قرية سيدي يحيى الغرب، دابا دخلوا ليها البوليس، كانوا فيها عجة دارمية والقايد، دابا ولا فيها البوليس والباشية، دابا ولات مدينة، ولاو الفارغونيطات كيتساراو عندنا وهداك الشيء، ولينا مدينة، ولات سميتها مدينة سيدي يحيى الغرب. بزاف الناس من الساكنة ما تعرفوش حتى التاريخ ديال الاسم ديال سيدي يحيى الغرب. سيدي يحيى الغرب ولي من أولياء الله الصالحين ومن أعلام ديال الطريقة الجازولية وحفيد ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اللي ارتبط الاسم ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ارتبط الاسم ديالو تاريخيا في التاريخ ديال الإسلام بالعدل. ولده ولد سيدي يحيى الغرب هو سيدي كدار اللي مدفون في القبة ديال شراردة، ولذلك المنطقة ديالنا تسمت شراردة بن حسن، فلقوا بن حسن مع شراردة عيلي كون أن ولد سيدي يحيى الغرب هو اللي مدفون في القبة ديال سيدي قدار ديال شراردة. هذه المنطقة ديال شراردة بن حسن كتحد من الشرق سيدي قاسم، من الشمال كتحد بولاد مالك، من الغرب ولاد سفيان والبحر ديال المحيط الأطلسي، الجنوب الشرقي زمور خزازنا وهبط لتحت، والجنوب الغربي زعير. ما عليناش، هاد المنطقة هادي معروفة تاريخيا أن كانوا فيها بزاف ديال أولياء الله الصالحين، ومنحدرين من الجزيرة العربية، ومنحدرين من أعرق وأقدم القبائل. عندي واحد الفيديو كنت درته شحال هادي، شي عامين ولا 3 سنين، كنت تكلمت فيه بالتدقيق على التاريخ ديال المنطقة ديالنا، ولكن نضيف ما فيها بس اللي بغي يعرف هو أن المنطقة ديالنا حنا منحدرين من بنو هلال في الجزيرة العربية اللي كان عندهم تاريخ عريق في مناهضة الاستبداد،
الانتفاض ضد الحكام اللي كانوا ما تيكونوش عادلين، ما تيكونش فيهم العدل. المنطقة ديالنا ديال شرادة بن حسن نجبت مجموعة من العلماء بزاف بزاف بلا حساب، على رأسهم طبعا مدينة ديالي العلامة مؤسس واحد من المؤسسين ديال الطريقة الجزولية سيدي يحيى الغرب، وحفيد ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زيد عليه سيدي بولقنادل اللي كلشي تعرفو ما بين قنيطرة والرباط، وزيد عليه سيدي أحمد بوعزة. ولكن ما نساوش بأن عندنا عيالات عظيمات حتى هما في المنطقة ديالنا اللي سجلهم التاريخ وليات من أولياء الله الصالحات، وكانوا عالمات وكانوا قادات كبيرات في المنطقة ديالنا، منهم لالا يطو، ومنهم لالا حجيبة، ولالا شحواطة. دابا غنرجعوا لهاد عبد العزيز السيتاتي. كيف يعقل بأن الدولة عارفة بأن المنطقة ديالنا حنا تخضت لها كاع البلادات ديالها، وعارفة بأن الحملة ديال المقاطعة اللي دخل ليها تيتشوط وزير على قدو ورا تحرق في هاد المقاطعة هادي تحرق، راه مشى قال لهم العداوة عباد الله أنا قدم استقالة ديالي عطيو خليهم نمشي في حالاتي، مساخيط هذا. والدولة كتعرف بأن الرئيس ديال سونترال اللي هي على رأس الحملة ديال المقاطعة ديالنا جات المغرب تيزاوق وخرج لينا بلايفات، لايف بالفرنساوية، ولايف بالفرنساوية داروا له الترجمة الآنية لتحت بالعربية، واحد الهيلعة كبيرة. الناس جات تتزاوق فينا، حنا مزاوقين لا شربوا حليبنا. بزاف ديال الفنانة شفنا فنان تيبكي في الحملة ديال المقاطعة ديال الموازين، شفنا بزاف ديال التبهديل بأن اللي جا كونتر الحملة ديال المقاطعة ديالنا تيتبهدل. فعلاش يا عبد العزيز ستاتي يعني رضيتي ان الاجهزه ديال الدوله تاكل الضلف ديال الزعبول بفمك؟ علاش؟ واش حيت شاده عليك شي حوايج بحال الحوايج اللي شفناهم هادي عامين ديال سعيد السنهاجي، اللي من لحد الان ما عرفناش شكون هذا المجرم الخطير اللي قالوا شديناه؟ كيف لا يعقل ان اجهزه الدوله ما تشهرش بواحد المجرم خطير نشر واحد الفيديو تيمس الكرامة ديال واحد المواطن مغربي صوروه عريان جالس بزعط تما؟ إذن الأجهزة هي كما قلت في فيديو سابق، الأجهزة ديال الدولة هي اللي نشرت ذاك الفيديو. علاش؟ لحقانت كانت جات مباشرة مع المقتل ديال محسن فكري، وكان خص المغاربة يتلهاو بشي حاجة اللي فيها الفضائح الجنسية، داكشي علاش خرجوا ديال الصنهاجي. الآن واش عبد العزيز ستاتي واش الدولة شادة عليك شي حاجة بحال داك الشي ديال سعيد الصنهاجي، وتتحاول بأنها تزيرك بأن تدفعك باش انت اللي تكون في الواجهة باش تحارب المقاطعة في الشخص ديال الأستاذ يوسف ميرا؟ إلا كانت الدولة هي اللي كتدفعك، وهذه أغلب الظن بأن الدولة هي اللي كتدفعك، فهنا مزيان نقولوا للدولة في ودنها بأن راه كتلعبي بالعافية في واحد المنطقة اللي كل شيء فيها من الخرجة ديال سيدي قاسم حتى القواص ديال سلا كلها شرادة بن حسن، كلهم مضروبة فيهم تلز دكاداك، كلهم قردين، كل شيء مجوع، كل شيء مفقر، كل شيء محشش، كل شيء مبجقل، كل شيء طليتونا بالروج، طليتونا بالماحية، طليتونا بالقرقوبة، طليتونا بالحشيش، طليتو المنطقة كاملة مخضرة. ولكن ومع هذا التخدير بنادم راه عارف اش كاين، وكيتسنى على الفرصة، وكيتسنى الأفكار، وكاين اللي تعطي الأفكار. كاين مثلا تنعرف واحد القرع مع نبضة الحبوب هاد الأيامات هنا في نيفو، عنده أفكار باش الناس ترجع البلادات ديالها. الا بغيتو، الا كان الحمله ديال المقاطعه هي محاربه الاحتكار، وبغيتونا نخرجوا من محاربه الاحتكار الى محاربه المحتكر، نخرجوا دابا ماشي مشكل، نخرجوا في محاربه المحتكر اللي كيحتكر لنا البلادات ديالنا وتعطيهم للسفهاء. من امثال هذا نيت عبد العزيز ستاتي، من
امثاله بزاف عداد منهم كيسميو راسهم هما فنانه واخا ما تيعرفوش يكتبوا تسميتهم، ما يعرفوش يعربوا حتى جمله، تسميهم فنانه كبار عمالقه ملوك ديال ما عرفتش شنو هو ديال الفن بابا بابا با. ف تينفخوا في هاد السفهاء ببلاداتنا حنا، تعطيوها ليهم كضوات وتعطيو. المهم المغرب غادي بالشيخات وبالكوامنجيه وهزه للبوط، وانا في نظري بان هاد 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 الثنائي ديال الكوامنجيه والشيخات هما الاكثر الناس اللي عندهم اسرار ديال الدوله، حيت هما كل شيء، هما اللي تيقصروا بالمسؤولين ديالنا في المغرب، هما اللي تيكونوا في الحفلات الشخصيه ديال المسؤولين الكبار عندنا في المغرب. اذا عندهم الاسرار، ولذلك باش ما يخرجوش ديك الاسرار تيشدوا عليهم بزاف ديال الملفات، وفي نفس الوقت تيعطيهم الطعم. هاكو البلادات ديال عباد الله، هاكو في اللحو، هاكو الفيرمات، هاكو في نمشيو نطلعوا لا طلينا على عبد العزيز الساتي غنلقاو عنده الغرق ديال البلادات كيضرب الكمانجه. وكنشوفوا بان المهدي المنجر عالم كبير مات فقيرا، كنشوفوا محمد الفايد عالم علامة كبير قدو قد الخلا دابا مقرد، مشات له الدار، مشى له كل شيء، مشى الطوموبيل، مشى له كل شيء، دابا تيتخلص 2000 درهم ولا قل من 2000 درهم. علاش؟ لحقاش قال المغاربة الحليب مضر، مشتقات ديال الحليب فيها مواد حافظة خطيرة ومستخلصة من الخنزير. فاش قال المغاربة هذا الشيء جات الأوامر من باريس من القصر الإليزي بأن هذا العالم هذا بغيناه يكون عبرة، بغيناه يولي أحقر إنسان في المغرب. دابا في نظر المخزن بأن أحقر إنسان في المغرب هو محمد الفايد. علاش؟ لحقاش جا فاس مع شركة عملاقة اللي ربما ما كانش في راسه بأن القصر الإليزي هو اللي تيحكم في المصائر ديال عباد الله عندنا في المغرب. عاوتاني غادي نرجعوا للستاتي. ستاتي طبعا علامه كبير في هذا الشيء ديال الاعلاميات وهذا الشيء، يعني يعرف بان هذا الادمين هو اللي نشر وهذه وهذه، ولكن شنو تنشر اصلا؟ تنشر واحد الصوره ديالو، نشرها هو في الحساب ديالو ودار عليها تعليق هو نيت، يوسف ميرا شد ديك الصوره حطها عنده في الصفحه ديال الشعب يريد. هذه الا كان هو ماشي شي ادمين اخر، الصفحه بزاف فيها بزاف ديال لي زادمين، يمكنلكش تعرف شكون اللي حط الا لا كنت انت ادمين في الصفحه. فمشى ستاتي فبرك ديك الصوره، خرج منها صوره اخرى وقال بان يوسف ميرا راه بارطاجا هاد الصوره. ماشي هاد الصوره، ما عندوش دليل، والصوره اللي تبارطاجات في الصفحه باقه، والصفحه سدوها وداروا فيها ما بغاو. علاش؟ حيت التليفون ديال يوسف ميرا معاه، تيقدر التليفون دخل الباسورد ولا خليه ضاربوك، دخل الباسورد ولا نقطعوا لك الراس، دخل الباسبور والباسورد ولا غادي نديروا لك ما درنا الزفزافي، نركبوك حتى تفهي الكوبتير ونديوك لمعرفت فين. وعلى ذكر الزفزافي، فاش تنوض كوامانجي تيقول للنيابه العامه فلان راه تيشهر بيا، وتتمشيو كتعتقلوه تتشدوه معتقل. واش هادي بلاد؟ ونصر الزفزافي تتجي مؤسسة تابعة للدولة وتتقول لكم هاد السيد تعذب، وتخرجوا لنا فيديوهات فيهم الزفزافي معريين وجالسين تبهدلوا فيه، وما تشدوش ما تشدوش هاد الناس اللي عذبوا الزفزافي واللي عراوه. تينوض المهداوي مسكين الله يذكره بخير، حميد المهداوي الصحفي المعتقل، تيدير فيديو مباشر وتبين فيه في البورطابل ديالو واحد بالاسم وبكل شيء، وتيقول هذا تيهددني بالقتل، وسمعنا في الفيديو ايه قال له نشدك نقتلك. ها هو تتسمع تهديد المباشر بالقتل، وقال للنيابه العامه سيروا شدوه، ومشى عطى به ديك شكايه. علاش ما شديتوش؟ حيت حنا دوله ديال الكوامنجيه، حنا دوله ديال الكوامنجيه وديال الشيخات. المغرب دوله ديال الكوامنجيه وديال الشيخات. الا كنتي كوامنجي تتكون عندك واحد السلطة كبيرة في البلاد، تتولي بمجرد انك تهضر مع مسؤول تهز التليفون وتعيط على مسؤول في النيابة ولا في البوليس ولا في ما كان، تبقى يترعد وتبقى
تيبقى يطير الماء في سروالو. علاش؟ حيت تيعرف راسو تيهضر مع الكوامانجي، وتعرف بان الكوامانجي عنده قيمه اكثر من الوزير، يقدر يعيط له العثماني ويبقى يسد عليه بحال هكا ويبقى يكركر يقول له ما تعيط لي هذاك الحمق الطبيب الحماق، ولكن لا عيط له كوامانجي، لا تبقى يبيض بيضه هنا وبيضه ليه، حيت الكوامانجي عنده سلطه في المغرب، الشيخه عندها سلطه في المغرب، الشيخه عندها سلطه كبيره. ناض استعان عبد العزيز الستاتي، ناض استعان بواحد ثلاثه ديال المرتزقه في سيدي سليمان، جوج منهم واحد سميتو عبد الرحيم بوصبع وواحد سميتو نور الدين مليكي. هاد نور الدين مليكي هو اللي بارطاجا واحد التصويره فيهم بثلاثه هاد الناس اللي غيشهدوا، قالوا راه تجمعنا حنا بثلاثه وبعد ساعات من النقاش والديو في اطار الوطن وداك الشيء الدفاع على حوزه الوطن، راه غنمشيو نشهدوا مع الستاتي ضد الاستاذ يوسف ميرا، غنمشيو نشهدوا. شنو غيقولوا في هاد الشهاده؟ ما عرفتش انا شنو غيقولوا في هاد الشهاده. غيقولوا راه دخلنا للصفحه الداخل ورا طلينا على لي زادمين وعرفنا شكون اللي بارطاجا وشنو بارطاجا، وهذا هو مول الصفحه ماشي هذا، مع العلم ان التصويره اللي تبارطاجات في صفحه الشعب يريد هي موخوده من الحساب ديال عبد العزيز الستاتي، تاخذت منه تحطات، هو اللي بارطاجاها. النسخه اللي مزيدين فيها الكلام وهذاك الشيء هذيك ما تبارطاجاتش عندنا حنا كاع في الصفحه ديال الشعب يريد، وبزاف ديال الصفحات اللي بارطاجاو نفس ديك الصفحه ديك الصوره، وانا نيت بارطاجيتها الصباح، بارطاجيتها الصفحه ديال كفاح الصباح وبارطاجيتها انا عندي، اذا ستاتي خصك ديني حتى انا، واش فرق سيدي حيدر سيدي سليمان؟ وانا اصلا بالله يرحمه راه كنت ساكن في سيدي سليمان، كنا ساكن في القصيبيه في ولاد عبد الله من بعد، وكان بالله يرحمه تيحش السمار هو وامي، تمشي يحش السمار وتديوه حتى السد ديال الدرب العامري اللي هو من هانيت يوسف ميرا، من سد الدرب العامري كانوا تيديو السمار هو وامي يهزنوا على كتافهم من ولاد عبد الله حتى لسد الدار ديال البر العامري، وتيديو الخميس الرميله للمقرن وتيجيبوه للسوق ديال الكليات ديال سيدي حي الغرب، وتيبيعوا السمار وبقاو بشويه بشويه حتى جمعوا رزيق ومشاو شراو دويره صغيره في الغماريين، وكنا ساكنين في الغماريين حنا اصلا. بعد احداث تطورات الاحداث وداك الشيء، وكان المستعمر عنده يد طويله في هذيك الاحداث، هو ان با كان مع المقاومه وجيش التحرير، وكان تهرب السلاح، وكان كان منسق وطني في المقاومه، واضطروا انهم يضغطوا على با الشيب اللي هو جدي من با، با الشيب ضغطوا على با الشيب باش يرجع با الله يرحمه للخيمه لولاد عبد الله. علاش؟ حيت كان منسق وداك الشيء بغاو يرجعوا للخيمه باش يبقى عيل في العروبيه، حيت هو اصلا كان مع المقاومه، في ولاد عبد الله كان مع المقاومه، ولكن طرا له مشكل، كان مجوج قبل امي، كان مجوج بواحد السيده، هذيك السيده كانت جوج بها الله مده قصيره، وباه بوت المراه بوت مرت با الله يرحمها ويوسع عليها، مشى شكم عند المستعمر قال لهم راه فلان تيدير المقاومه وتيحرش القبائل وداك الشيء، وشدوه عذبوه، شدوه في الحباسات مرمدوه داك الشيء. فاش خرج من الحباسات تحول سيدي سليمان، فاش تحول سيدي سليمان مشى المستعمر والقياد الخوانه ديال المستعمر مشاو ضغطوا على با الشيب جدي الله يرحمه، ضغطوا على با الشيب باش يرجع با للخيمه، خدا له المحل على اساس بان ان باش يرجع للخيمه، با ما رجعش، هز قشاوشو هو وامي وجاو لسيدي حيا، واستقرينا في دوار الشانطي في سيدي حيا الغرب، وبقينا مستقرين في دوار الشاطئ في سيدي حي الغرب، وكان عندنا حوينيت صغير تيبيع فيه با الله يرحمه السكر والزيت والطحين وهذيك المواد الاساسيه، وبقى مع المقاومه وبدا من جديد، وبقى مع المقاومه، وكانوا تيشدوه المقاومه وتيعذبوه تيعريوه الزبطي كامل با الله يرحمه، تيتعرى الزبطي كامل وتبيتوه في البرامل فيهم الماء مالح حتى لهنا على الراس اللي باين، تيبات الليل كامل هو يغوط ربي اللي خلقه، الصباح تيخرجوه عريان زبطي وتيعطيوه لامي، تيعطيوه ليها بحال شحمة الارض، كتشدو مسكينة تتلمطو في هذاك الحايك وتدير الخيمة الزريبة كانت عندنا في دوار شانطي محال، تديه تما وتتبدا تدهن فيه وتدير له
الحميره ودير له السكر ودير له الطليه بالقطران وداك الشيء تتبقى معاه حتى تيداوعي تيولي شويه تينوض عاوتاني مشى عند المقاومين وبقى مع المقاومين مسكين تعذب بزاف ولكن كان رجل ديال المبدا وسيدي حيا كانت معقل ديال المقاومه لا هي لسيد سليمان سيد سليمان اصلا بالله يرحمه كان تيقاوم مع عمي انا اللي هو سيد العربي الله يرحمه كانوا بجوج في المقاومه بسيدي سليمان هادشي كنقولوا عيب بين قوسين باش عبد العزيز الستاتي ومن وراء عبد العزيز الستاتي يعرفوا بانهم تيلعبوا بالعافيه في واحد المنطقه اللي هي معقل ديال المقاومه ولا رجوع على رجوع حمله المقاطعه حنا ضد الغلاء وضد الاحتكار الا بغيتوها تولي ضد المحتكر ما عندي انا شخصيا حتى شي اشكال وهذا الراس هذا فيه بزاف ديال الافكار اللي يمكن لي نقولها للساكنه ديال قبائلنا حنا ديال الشرار بن حسن باش نقول لهم ها كيفاش ترجعوا بلاداتكم بدون خسائر نهائيا بالله يرحمه انا هضر اليوم بزاف على با حيت طالع لي الدم شويه مع هاد الاحداث هادي تيطلع لك الدم وفاش يطلع لك الدم خصك ضروري تحافظ على الابتسامه ديالك كما تيدير السي ناصر الزفزافي الله يذكره بخير والله يطلق صراحه با الله يرحمه فاش كانوا الله بداو ياخذوا لينا البلادات وتيغرسوهم بالكاليبتوس بالكريتوس في المنطقه ديالنا ديال بني حسن كان تيقول القبائل كان تيقول لهم هما يغرسوا الكرم بنهار نتوما سيروا نتوما وعيالاتكم وولادكم ونتفوه بالليل ناضوا الخوانه ماشي الخوانه كاين الناس اللي عن حسن نيه وكاين الناس اللي مدفوعين من جهات واحده اخرى اللي مشاو تيقولوا للقبائل ما تسمعوش الحال العمراني العبد اللهوي راه هذاك الشيء ديال حنا ما تنخافوش حنا ما نخافوش علاش غنمشيو بالليل مالنا تنسرقوا حنا ما نخافوش نمشيو بالنهار هما ولاو وجها لوجه مع السلطه ولاو تيمشيو بالنهار السلطه كتزرع كريتوس هما تيتشادوا مع السلطه السلطه عندها الزرواطه وعندها العصا مؤخرا حتى الاواخر الثمانينات جاو طوازيط عند با قالوا له راه خضر لينا البلادات قال لهم هما يغرسوا بنهار انتم ديو عيالاتكم ولادكم بالليل نتفوا داك كريتوس اللي تيزرعوه بنهار مشاو الليله الاولى الليله الثانيه نضعوا ثاني كما قلت ايادي خفيه دفعوا الساكنه باش تمشي دير داك الشيء بنهار فاش مشاو بنهار خلاو ضربهم جابوا لهم الهليكوبترات وجابوا لهم القوه والقرطاس والمتريوز خلعوا العيالات والرجاله بالقرطاس علاش حيت ما كان لا تليفونات لا كاميرات لا حتى شي حاجه وقعت بزاف ديال الاحداث في المغرب وما كانش عندنا وسائل التوثيق ديال الجرائم اللي تيديرها المخزن في حق السكان ديال المغرب اللي هما حنا في حق العزل واحد تيجي يغرسوا له الكريتوس في بلادو تتمشي باش تمنعهم تيجيبوا لك القوه الله الوطن الملك زيد عليها شحال ما بغيت والشعب فين هو وحنا فين هما حنا ما تزيدناش تما ماشي بشر حنا على هذا اللي كتب تعليق واخا ما مولفش نقرا التعاليق سبحان الله هذا اول مره تقرا التعليق على اي هذه في هذيك الفتره كان بالله يرحمه تيقول لهم الا زرعوا هما يغرسوا كريتوس بنهار سيروا نتفوه بالليل ما سمعوش هضرته انا عندي افكار احسن من هذه كيفاش نرجعوا لهاد البلادات هذه اللي خداوها لينا وعطاوها للسوجيطا وعطاوها لعباد الله ودابا الناس تتكري البلادات ديالنا حنا اللي ماتوا عليها والدينا تتكريها ب 100 درهم عباد الله الهكتار العام مكريه 99 عام بلادات ديالنا والساكنه تضربوا الشاقور مساكن الساكنه تمشيو يحشوا الكيف في الشمال الساكنه مساكن مشاو للمدينه تيضربوا البغلي الساكنه مساكن تيمشيو يصبنوا عند العيالات الساكنه عايشه الفقر المدقع المدقع ما تلقاوش عشا ليله هما راس مالهم الالاف المؤلفه ديال الهكتارات هادشي ديال ستاتي فوقاش وقع وقع في نفس الشهر اللي تيعطيونا دابا كنقولوا له حنا في العروبيه تما الخلاص ديال البلاد دابا هاد الشهر هذا تيخلصونا في البلاد شحال تعطونا 8000 ريال من 4 سنين تعطونا 8000 ريال
الواحد دابا انا جات في حقي 8000 ريال في البلادات الالاف المؤلفه ديال الهكتارات اللي واخدها لينا المخزن وتعطيها لعباد الله وزرع فيها كريتوس، حطارت فيك تطير في حقي انا 8000 ريال من 4 سنين لربع سنين. بعض المرات كطير لي 12000 ريال، بعض المرات 13000 ريال. هاد العام عطاوني 8000 ريال، 8000 ريال للراس. دابا انا حق لي هاد العام 8000 ريال غنشري الحيمات السوق. في حالة ما إلا عبد العزيز الستاتي ما كانش مدفوع من عند الدولة، فمصلحة ديالو ككوامانجي عنده الناس اللي تيتصنتوا له، يعني واخا ان داك الشيء اللي تيغوت به في الكاسيطات ديالو ارتبط بالتورنية ديال الروج، يعني خص ضروري اللي يطرو يكون فوق الطابلة عاد تسمع الستاتي، تيبقى ان عنده جمهور ديالو، عنده الجمهور ديالو. الا بغى يحافظ حتى على داك الجمهور خاصو يفوت عليه المقاطعه يمشي يدير تنازل، يخلي الاستاذ يمشي يقابل وليداته ويقابل دارهم ووالديه. راه كل دمعه في ديك العائله تتنزل الا وتتنزل لك اللعانات. اخر كلمه نقول لك استاتي، واخا انا ما كنتش تنتصور بان جي شي نهار غادي نهضر مع شي نموذج بحالك انت، ما ماشي تحقيرا لك ولكن انت ماشي سهمي وانا ماشي سهمك. اخر حاجه نقولها لك ان كانوا فنانه كبار، ايه كنستغلهم المخزن للتمييع هادي باش يبقى بنادم قابل على الغناء 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 وينسى الحقوق ديالو الاساسيه، ولكن تبقى ان كانوا فنانين اللي طربونا وبقى الان تنصمتوا الاغاني ديالهم، منهم عبد الهادي بالخياط. جبل عظيم العظماء ديال الفن المغربي، تتقول عبد الهادي بالخياط لحمك تيبورش عليك. شوف النهايه ديالو، الانسحاب ديالو من الفن كان مشرف جدا. تاب، حط لهم السوارد قال لهم السلام عليكم، مشيت دير امداح نبويه وتيودان وبخير وعلى خير. نزيدك واحد اخر، هرم الاهرامات ديال الاغنيه الامازيغيه اللي انا شخصيا ما تنفهمش الاغاني ديالو ولكن تنموت عليه، والأغنية ديال الناس الناس تنموت عليها وما تنفهمهاش من بعد، عاد دخلت اليوتيوب وعاد فهمت الكلمات ديالها، ولكن ما كنتش تنفهم الكلمات ديال الناس الناس. والمغاربة كلهم تيموتوا على الناس الناس بلا ما يفهموا شنو المعنى ديالها. النهاية ديالو شنو هي؟ النهاية ديالو تاب ودار أغاني دينية في آخر المسيرة الفنية ديالو، دار أغاني دينية. ما تنقولوش تاب زعما انعزل، نعزل من الفن، نعزل من الفن ماشي تاب، الفن ديالو كان رائع ماشي تاب، نعزل من الفن وبدا تيدير امداح نبويه في اخر ايامه ومشى نظيف مشى نقي. انت دابا شحال في عمرك استاتي؟ 57 عام، زيد في 61، زيد في الاربعه ديال العونات، انا واحد ديال الجديده 57، من 3 سنين غادي تولي عندك 60 عام. كي بغيتي انت هاد النهايه ديالك الفنيه كي بغيتيها تكون؟ اولا واش باغي تبقى تضرب الكمانجه تدير 100 عام هذاك شغلك، ولكن راه ما خش يرتبط الاعتزال ديالك بالفن مع فضائح بحال هادو، تخسر جمهورك بفضائح بحال هادو، يعني دافعك اجهزه باش تاكل فمك الضلف. الا ما كان دافعك حتى شي واحد اكيد انك غادي تمشي غدير تنازل، حيت الضمير ديالك فاش غتسمع هذا الفيديو الضمير ديالك غيأنبك. انا تنعرف بان الضمير ديالك غيأنبك، كأي مغربي غيسمع الهضره اللي تنقول الضمير ديالو غيأنبو، غيقول كيفاش انا ما الناس راه تيضلوا يسبوني، كيفاش غادي نمشي لعند واحد ما دار والو ما رامي عليه الباطل وغادي بجوج ديال ثلاثه ديال المرتزقه من سيدي سليمان اللي معروفين المرتزقه معاطي ليهم جوج دريال غادي يمشيو يشهدوا، وهادوك بعد هادوك المرتزقه ثلاثه ديال المرتزقه ديال سيدي سليمان في نظري انا خصهم مقاطعه، هادوك خصهم صحابهم عائلاتهم خوتهم خواتاتهم مواتهم بواتهم، كان خص كل شيء يتنكر له هذوك الاجناس. علاش؟ حيت الانسان اللي ماشي انسان، الحيوان الناطق اللي تيكون من هاد الطينه هادي انه يمشي يشهد شهاده الزور، هذا ما تنتظرش منه انت لا كنتي صاحبه او لا خوه ولا اختو ولا حتى والديه، والله ما تنتظر منه الخير. بحال هادو يبيعوك واخا تكون تباه والله تيبيعك للمخزن، لا الكافين يشد عليك الزرق الاف والله تيبيعك للمخزن ما يعقلش عليك. بحال هاد الثلاثه ديال الاسماء تنتمنى من لي زادمين اللي معانا دابا في الصفحه
يرميو التصاور ديالهم مجموعين وعاد رميو البروفايلات ديالهم. انا فاش غنسالي هذا اللايف غادي نرمي في التعليق غادي نرمي البروفايلات ديالهم وغنرمي التصاور ديالهم بثلاثه، هاد المريقي هاد المرتزقه اللي باغيين يمشيو يشهدوا شهاده الزور باش يغرقوا لواحد الشقف. هاد شهاده الزور اللي غادي تبقى مسجله بمداد ديال العار في الجيبين ديالهم وديال ولادهم ولاد 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 ولادهم. كيف يعقل؟ كيفاش غادي يديكم النعاس لا نتوما ولا والديكم ولا خوتكم ولا خواتاتكم ولا جيرانكم ولا صحابكم ولا كاع معارفكم اللي تتعرفوا وحبابكم؟ كيفاش هاد القوم كامل اللي عندهم علاقه بكم نتوما غادي يديهم النعاس وواحد كوامانجي غادي يصيفط استاذ للحبس يخلي ضاربوه يخرجوا على خدمته يخرجوا على ولادو يتملوا ولادو موت بدات تبكي تما والديه عائلته؟ كيفاش باش غتحسوا نتوما هاد العائلات ديال هاد المرتزقه هاد ثلاثه ديال المرتزقه اللي عرفت الان عيجوج منهم عبد الرحيم بوصبع ونور الدين مليكي والناس ديال سيد سليمان غادي يشوف التصاور ديالهم ويشوف البروفايلات ديالهم غادي يعرفوهم كاملين. هادو خصهم مقاطعه وخصنا من الان فصاعدا نبداو نديرو مقاطعه حتى لهاد المرتزقه هادو بحال هادو خصهم مقاطعه. مقاطعه ماشي من عند الشعب لا، مقاطعه من عند المقربين ليهم يعرفوا بان هاد النوع هذا اللي كنت قريب منه راه يبيعك للمخزن يبيعك ما يعقلش عليك ما يعقلش عليك يبيعك. لا غيبيع واحد بريء بشهاده الزور غادي يعقل عليك انت. يقدر يكون باع هذا ب 100000 فرانك 20000 ريال غيعطيوه 20000 ريال غيمشي يشهد شهاده الزور في الاستاذ يوسف ميرا، ولكن اللي عطاوه مليون ما يشهدش فيه انت ما يشهدش فيك انت اللي باه. الا عطاوه 100 مليون ما يشهدش فيك انت اللي مو ما يصيفطكش للحبس ب 100 مليون يصيفطك للحبس. قال ما يصيفطكش للحبس 100 مليون يصيفطك انت يا مو يصيفطك للحبس. حيت 100 مليون اللي عطاوه مليار يصيفط ولده للحبس يصيفط عائلته كلها اللي عطاوه مليار كلها سيد سليمان غيصيفطها للحبس. ما عندوش مشكل ما عندوش مشكل. طامير ميت طامير ما كاينش كحط راسو على الوسادة تيدي النار تيشخر عادي ما عندوش الضمير ميت له الضمير. واش عبد العزيز الستاتي تا هو مثلي ميت له الضمير؟ برزقك بلادات كتبرع في بلاداتنا بلاداتنا تتبرع بوك وفلوس بوك وحبة وتضل تصيد تما في الحجال والضرب عيش العيشة ديال الأثرياء. انت ما عمرك ما قريتي ما قاري ما عندك دكتورات ما. وعلى ذكر الدكتورات تصور دابا دولة على قدها بالأجهزة ديالها كدي ستاتي حاضر في جامعة. دابا هادي دولة وقولوا لي واش هادي دولة؟ واحد كويمانجي كبر في حجر الشيخات وهز البوط وحياته كلها هو تيضرب التورنيه دروج غيمشي حاضر في جامعة. عرفتش أنا اش من تكوين عندك باش تحاضر في جامعة؟ اش من تكوين؟ وفاش استهزئنا من هاد الخطوة هادي وقلنا بان حزب الاحرار ديال اخ النوش غادي بستاتي الدكتور ستاتي باش يحاضر في الجامعه قال لك سيدي دريتوني ما عجبوش الحال بقى فيه الحال. وشنو بغيتي نقول لك مرحبا ولا شنو؟ جيت حاضر عندنا هنايا نشوفك مع شي جامعه هنا ديال مينيسوتا ما نشوفك الجامعه ديال مينيابوليس جيت حاضر لينا هنايا حاضر الامريكانيين عين الكمانجة ما تقوش تن نكونوا ظريفين خليونا ظريفين خليونا غادي نعيا ضد الغلاء والاحتكار ما تخليوناش ندوزو للمحتكر. لا دزنا للمحتكر كلشي غادي يندب. والمقاطعه غادي تكون عطاتكم واحد الدرس اللي هو لا رجوع. فاش تنزيدو قدام ما ترجعوش اللور. في الاول هددتونا سبيتونا ما خليتو ما درتو ما زدناش لقدام. دابا غتستعملوا هاد السلاح غتستعملوا هاد الكوامانجي عبد العزيز الستاتي كسلاح ضدنا حنا ضد بني حسن كلها شرارة بني حسن غادي تندموا. من بعد واخا غادي يسحب الشكايه واخا يخرج يوسف ميرا براءه واخا يطراو بزاف ديال الاحداث مستقبلا ما غتنفعش حيت فاش تزيد الملف لقدام ما تتقدرش ترجع الكاسيطه اللور. فاش تدونوا نوضوا القبائل من سيدي قاسم حتى القواص ديال سلا باغين بلاداتهم ويتيديروا اساليب جديده باش يرجعوا بلاداتهم
تنساو شي حد سميتو استاذ يوسف ميرا، تنساو شي حد سميتو الكوامانجي عبد العزيز ستاتي، تنساو شي حاجه سميتها سيدي سليمان، تيوليو يهضروا على ارض الاباء والاجداد. علاش تبداو يهضروا؟ تبداو يهضروا على ارض الاباء والاجداد، الارض اللي تتقلبوا في النعيم ديالها ولاد بوقنبه، الاف ديال الهكتارات. كاين عندنا اسماء اللي كنعرفوها حنا كاملين بلا ما نغطيو الشمس بالغربال. ادريس الراضي المعروف عندنا حنا من المنطقه، ادريس الزيو كان عنده طاكسي تدي من سيدي حيا الخميس الرميله، انا بغيت عليه في الباكالوري ديالي، كان مسكين تاعي الرميله واحد الرميله واحد. انا ما تنعيبوش على مال الطاكسيات باش ما يفهمنيش شي واحد غلط، انا تنقول كيف يعقل واحد من لا شيء من تحت الصفر تولي تتصرف في الملايير المليارة وفي آلاف المؤلفة ديال البلادات ديالنا ظلما وعدوانا، عطايا من عند المخزن، عطايا من عند المخزن، 100 درهم للهكتار للعام ومكرية بكونترادات ل 99 عام. شكون قالها لك؟ شنو ما غنهضروش حنا مع الساكنة؟ ما نعطيهمش افكار؟ وكاينين بزاف الافكار اللي زوينين حلوين. ونساو شي حاجه سميتها يوسف ميرا، عطيوه الاعدام نتوما كاع وعدموه في ساحه عموميه حدا القصري ديال الهردوزي وعلقوه عدموه، وغنبداو نهضروا على بلاداتنا حنا. غنساو شي حاجه سميتها ميرا، وغنساو شي حاجه سميتها يوسف ميرا، غنهضروا على بلاداتنا. طلقوا السيد وخليونا في المقاطعه، ما تجعروناش حيت حنا ظريفين، خليونا غاد شويه حيت العنب الحامض ما مزياش تجنيه بكري. العنب الحامض خصو يبقى تايطيب ويطيح الراسه، الكرموسه براسها خليها تايطيب وتطيح الراسه تتولي شريحه. الا دفعتونا ماشي مشكل، الا اضطريتوني واضطريتو الساكنه ديال الشراردة بني حسن اننا نسبقوا الاحداث وننساو شي حاجه تسميتها المقاطعه، ما عندنا حتى شي اشكال. كاين افكار جميله جدا، الانسان المقهور تيتسنى غير فكره، المغاربه كلهم كانوا مقهورين، كانوا تيتسناو فكره، تعطات لهم فكره ديال المقاطعه، كلشي شقمها، كلشي شقمها، السواد الاعظم شقمها. الدليل شنو هو؟ الدليل هو ان المنصات ديال الموازين كانت 99% ديالها كانوا كيكونوا من اولاد وبنات الاثرياء. شكون اللي غيمشي للرياضي يتفرج؟ شكون اللي غيمشي للمنصه ديالها وكدال؟ شكون اللي غيمشي للمنصات اللي كدار في احياء راقيه؟ كان السواد الاعظم تما ولاد الاثرياء وبنات الاثرياء. ولكن المقاطعه خلات بان الضمير ديال ولاد الشعب بدا تانبهم، ما رضاوش ان يتصوروا بالكاميرات، وغدا بعد غدا يمشي للمدرسه ومشي لليسي ومشي للجامعه ويقولوا له انت كنت كتحضر في الموازين، كيفاش تمشي تدخل بوليتيكنيك يبقاو يضربوا بالحجر تمشي تحضر الموازين في الشعب كتبدر في الطاره والبندير؟ بمعنى ان الشعب كان تيتسنى الفكره، والشعب المطحون اللي موخوده له البلاد ديالو تيتسنى فكره اللي اقتنع بها وتعجبه. الحمد لله والشكر لله، عندي هاد الملكة ديال الإقناع، يمكن ليا نقنع الساكنة ديال القبيلة ديالي الشرادة بن حسن كيفاش نرجعو البلادات ديالهم. وغنتفرغ، غننسى شي حاجة سميتها المقاطعة نهائيا، ما كنهضر لا على مرجان ولا سونترال ولا سيدهم علي ولا إفريقيا، غنبقى نهضر على البلادات ديالنا فقط، ونبقى ندير خروج ما عندي حتى شي إشكال. هذا ماشي تهديد، نو هذا ماشي تهديد، هذا عيل تنحطكم في الصوره باش ما تقولوش ضربنا على غفله بحال المقاطعه، قلتوا ضربنا على غفله، شكون من وراء المقاطعه؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي وراء المقاطعه، والله سبحانه وتعالى هو اللي غيكون وراء البلادات ديالنا اللي غنرجعوها، والله سبحانه وتعالى يهيئ للامر الكبير بزاف اضعف خلقه. كوامانجي يهيئ سيدي ربي انه يكون هو السبب باش بلاداتنا يرجعوا، ماشي مشكل، جميل. هذا كله ما فيش عباتي،
طولت عليكم اليوم، ما كنتش باغي نطول، وانا على الاشاره انا راه انسان ظريف، اللي بغى يلقى الفيسبوك ديالي يكتب شفيق العمراني بالعربيه، اللي بغى يلقى القناه ديال اليوتيوب ديالي يكتب شفيق العمراني بالعربيه، واللي يكتب عروبي في ميريكان بالعربيه يخرج اليوتيوب ديالي في كاع الفيديوهات اللي درت. اللايفات كنديرهم غالبا في، ماشي غالبا، دائما في صفحه كفاح، ومره مره كنبقى ندير في صفحات اخرين بالموازات مع صفحه كفاح اللي تعتبر واحده من ابرز الصفحات الداعمه لحمله المقاطعه المباركه. كاينه مسيره نهار الحد 15 يوليوز تضامنا مع الاحكام ديال بنو صهيون ضد المعتقلين ديال الريف وضد الصحفي السي حميد المهداوي. كانت نهار 8 في الشهر هاد السوق اللي فات، الحد اللي فات، كانت مسيرة أخرى في الدار البيضاء، حتى هي تضامنا مع الأحكام الصهيونية ديال بنو صهيون ضد خوتنا ريافة والسي حميد المهداوي. الشكر الجزيل لكاع الناس اللي حضروا في 8 يوليوز، والشكر الجزيل لكاع أي واحد عنده امكانات باش يحضر لهاد المسيره ويحضر ليها، غادي فيها واحد الاجر كبير، وغي يكون دار شي حاجه في حياته اللي يذكروه بها ولادو ولاد 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 ولادو، يبدا يفتخر يقول لهم المسيره ديال 15 يوليوز 2018 كنت حاضر فيها، ولكن ما كنتش كنكركر، كانت مسيره ديال الحزن، ومشيت عبرت على الغضب ديالي من هاد الاحكام، ولكن فسالينا الغضب وداك الشيء، تلاقيت بالحباب والصحاب اللي تنعرفوا داك الشيء، وضحكنا ولعبنا وخذينا سيلفيات، ما فيها باس، ما كاين حتى شي مشكل. هذا ما كان استسمع على الاستطوال. كان معكم شفيق العمراني الملقب بالعربي في ميريكان مباشرة من صفحة كفاح. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، دوزوا بخير، سلام والخير.